بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بالف خير وسعاده. قبل اي حاجه اي حد بيتضايق من نجاح النادي الاهلي، واي حد بيتضايق من تفوق النادي الاهلي، واي حد دايما شاف النادي الاهلي وصل للمكان اللي هو فيها دي بالكوسه والوسطه المحسوبيه، لو سمحت ما تتفرجش على الفيديو ده. اسمع مني، لو سمحت ما تشوفش الفيديو ده، يا نحله لا تقرصيني ولا عايز عسلك. اول ما يجي لك الفيديو ده اقفله عشان ما تضايقش نفسك، لان انت عارف ان الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي كلهم ضدك. ومش انا بس اللي هتكلم عن النادي الاهلي في الفيديو دوت، انا والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي هنطبل للنادي الاهلي في الفيديو ده. فلو سمحت ما تتفرجش عليه، خليك انت عايش فين في المؤامره الكونيه جوه البطاطس المقليه، لانك عارف ان كل الدنيا ضدك وان انت رقم واحد في المريخ، فمالكش دعوه انت بالناس ديت. الناس ديت ملهاش لازمه والناس دي فاشله، ما تتفرجش عليهم لو سمحت. حلو، مالكش دعوه بالفيديو ده بقى خالص. من حوالي اسبوع اتكلمنا، الاتحاد الدولي لكره القدم صنف النادي الاهلي كرقم 3 على العالم، تالت افضل فريق في العالم، وانا قلت ان ده حاجه عظيمه جدا، بغض النظر عن الناس اللي بتيجي تهرج دي، ما اعرفش تهرج ليه، اللي هم للاسف الشديد رقم 160 او 170 على العالم، وفريق ده نادي الزمالك خد 160 او 170 على العالم، ونادي بيراميدز اللي هو حديث الانشاء خد ال 50 على العالم، ولكن ما زالوا شايفين ان ده كده يعتبر تطبيل من الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي نفسه بيطبل الاهلي، وكلنا لما ننقل خبر زي ده بنطبل الاهلي، والزمالك اللي هو ال 170 على العالم هو الاقوى والاحسن والاشد والاجمد وكل حاجه من الحاجات دي. ما علينا، اول نادي عربي اسيوي افريقي، اول نادي عربي اسيوي افريقي يصل لرقم 3 على العالم، ثالث افضل فريق على العالم، ما حصلتش وصعب جدا تحصل. حلو كلام. بعدها بثلاث ايام الاتحاد الافريقي هو كمان قام رافع ايده وقام اختار النادي الاهلي في مسابقه الافضل على افريقيا. ولولا وقلنا كده يعني، وده كان واضح، لولا وجود النادي الاهلي ما كانش اختاروا لا لعيب مصري ولا نادي مصري ولا حتى منتخب مصر تم اختياره اصلا. يعني منتخب مصر مش موجود اساسا. وطلعت عملت فيديو وجيت قلت يا جماعه بنشكر النادي الاهلي ان هو انقذ سمعه الكره المصريه. برضو الناس اللي هي رقم 170 على العالم دول، ده في فئه بتستوعبها، لكن في فئه للاسف محتاجين سنين عقبال ما نغير لها افكارها. يعني اللي هو ايه، هيا نفشل جميعا، نعشق الفشل. واي حد بينجح مش شايفينه ده حد ايه ده، لا ده احنا ال 170 ده احنا جامدين جدا. المهم فطلعنا قلنا يا جماعه لولا وجود الناس ديت ما كانش اختاروا حد، وده واقع، لا هيختاروا منتخب مصر ولا هيختاروا لاعب تاني ولا نادي تاني، كانت الدنيا في افريقيا هتبقى سقط مقط. وتعرضنا لكلام كتير جدا رغم ان ده واقع يعني، ولكن انا قلت لك دول بره الواقع. النهارده مسابقه قويه جدا، جلوب سوكر، والمسابقه ديت بيختاروا فيها برضو افضل انديه في العالم، اللي فاز بيها ريال مدريد السنه اللي فاتت. المسابقه السنه دي مختارين برضو النادي الاهلي المصري، اعذرني، الاتحاد الافريقي بيطبل، الاتحاد الدولي كمان بيطبل، وكمان مسابقه جلوب سوكر اللي تصدر النادي الاهلي قائمه المرشحين لتتويج بجائزه جلوب سوكر العالميه لافضل نادي في العالم خلال العام اللي هو يعتبر بيخلص خلاص 2023، وفقا لما اعلنته اللجنه المنظمه للحفل المقرر اقامته في دبي مطلع العام المقبل 2024، فيما غاب حامل بقى جائزه هذه البطوله وفريق ريال مدريد اللي توج في النسخه الماضيه. النادي الاهلي معاه بعض الاشقاء، معاه فريق الوداد المغربي الوينرز برضه متواجد، حاجه عظيمه جدا، ومعاه كمان من السعوديه الهلال والاتحاد، ومعاه مين بقى، مانشستر سيتي، ومعاه ارسنال، ومعاه برشلونه وبايرن ميونخ وانتر ميلان وبوكا جونيور وباريس سان جيرمان وروما واشبيليه، وزي ما قلت لحضراتكم الوداد والهلال والاتحاد. نفس الكلام، انا بشكر منظومه النادي الاهلي، ماليش دعوه باي حد، انا كسلام علوي عاشق لهذه البلد وعاشق لاي نجاح بيحصل ويكبر بينا. بشكر منظومه النادي الاهلي، بشكر لعيبه النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل على انهم حطوا الكره المصريه كلها في هذه المكانه. انقذوا سمعه الكره المصريه في اختيار الافضل، ما كانش في اي حد غيرهم هيروح لو الاهلي كده اتشال، ووصلوا للمركز الثالث على العالم كافضل فريق في العالم، وفي مسابقه جلوب سوكر ما حدش تم اختياره اصلا غير من افريقيا، الاهلي برضو والوداد في وسط يعني كوكبه من اقوى فرق العالم، ليحافظ النادي الاهلي على هيبه الكره المصريه وسط مجموعه من الفشل مع الاسف. يعني هم ده وصفهم، على فكره هم عارفين ان هم فشل، والله العظيم هم اصلا من جوه عارفين ان هم فشل، مجموعه من الفشله مصممه تسحب هذا النادي الناجح، بشاء من شاء وابى من ابى، يسحبوا هذا النادي الناجح والوحيد الناجح في الرياضه المصريه في سنوات عجاف للكره المصريه، عايزين يسحبوه لدايره الفشل ومستقطرين عليه نعمه النجاح. فاحنا بنقول استمروا
شرفتونا ورفعتوا راسنا وخليتوا رقبتنا في السماء. وانا والله العظيم بسأل نفسي لو ما كانش الاهلي موجود على الساحه الافريقيه السنوات الماضيه كنا عملنا ايه مع طقم الفشل اللي عندنا. نادي كان هيبقى ال 170 على العالم، ونادي هيكون ال 50، وتخيل شكل الكره المصريه، وتخيل جميع المسابقات دي مش هيبقى فيها حد، لا فيها لعيب من مصر ولا فيها نادي من مصر في مسابقه الافضل ولا في تصنيف الانديه ولا في جلوب سوكر ده كنت هتلاقي نادي مصري موجود، كنا هنتبخر تماما. فانا والله فخور بهذا النادي اللي رفع اسم الكره المصريه مع جيت قلت لك مجموعه للاسف الشديد من الفشله، تخصص احباط، تخصص تهميش، تخصص بس اللي فيه يجيبه فيك وهو يتبخر ويبعد، ومع الاسف الشديد يجي على اللي ناجح واللي مشرف سمعه الكره المصريه وتلاقيه بيقول كلام غريب عجيب، وبيحاولوا قدر الامكان يبطلوا اي صوت بيقول كلمه واقعيه على شكل رياضه وقعت بقالها 15 سنه في نادي وحيد منور يحلق وحيدا وسط غياب تام للكره المصريه، الجميع واقف يتفرج عليه. ولكن اللي بيبعد واللي وصل للمركز ال 170 و180 على العالم هو اللي ليه صوت، او بعض الجماهير بتقول ليها صوت انها تقاوح وتتكلم وتيجي تقول احنا الجامدين، محدش شايفكم، محدش شايفكم، اتبخرتم، محدش شايفكم، محدش شايف غير صياحكم. ويا سلام لو كلامكم اللي بتعمل نقد ده عليا وعلى اي حد شايف حاجه كويسه بتتعمل تعملوها على ناديكم وتوصلوا غضبكم للاعيبتكم اللي بيحتلوا المركز العاشر في الدوري واللي بعدوا عن افريقيا بقالهم 22 سنه واللي خلوكم بتخسروا في السله على ارضكم وتخسروا 4 مرات في اسبوع واللي خلوا مجالس الادارات كلها كله طمعان في الكرسي واللي خلى كل بني ادم عايز حته من التورته، لو انتم بتوصلوا صوتكم ده في الاتجاه الصحيح كان النادي ده أمله أمة. ولكن انا جيت قلت لك على مدار سنوات ليست ببعيده هذه الجماهير او بعض كبير منها عشان ما نجمعش كل ما يهمه فقط هو محاوله تهميش النادي الاهلي فقط لا غير، ولكن هذا النادي بيرد، مش انا مش باي كلام انا بس، لان انا اتكلمت عليه او ما اتكلمتش هو بيرد عن نفسه. والاهلي ما بينافسش حد، الاهلي ينافس نفسه. يا جماهير نادي الزمالك ويا جماهير نادي الاسماعيلي ويا جماهير الكره المصريه، الاهلي يحلق وحيدا في سماء الكره المصريه. يا جماعه يا اهل الخير اذا ارددتم النجاح عليكم ان انتم تقلدوا الناجح، ما تطلعوش هو فاشل، لان الكلام ده بيضحك عليكم الناس ما بيوصلش لاي حاجه. اول حاجه الاعتراف بان هذه المنظومه ناجحه، لانك انت لو ما قلتش انها ناجحه الاتحاد الدولي نفسه يقول انها ناجح، انت طبعا شايف ان الاتحاد الدولي مع الاهلي يحابل النادي الاهلي، وانت شايف الاتحاد الافريقي يحابي النادي الاهلي، الدنيا كلها انت شايفها تحابي النادي الاهلي، وانت اتبخرت تحت الارض. شوف لاي ازاي اتبخرت تحت الارض، 180 على العالم، امبارح اللي هو البيراميدز ال 50، يعني هو برده مركز مش حلو ولكن شوف سبقك بكم مركز. فانا طالع وما زلت، والحمد لله انا دايما لما اكون عندي قناعه بحاجه بطلع اقولها وبمنتهى الصراحه، ما اعرفش اخبي حاجه. حزين جدا ان النادي الاهلي ينافس لوحده، وحزين جدا على حجم الاصوات والعقول اللي محتاجه مجهود وهنفضل وراهم. لو 10 زملكاويه بداوا يقتنعوا ان احنا نركز على نادينا ده بالنسبه لي نجاح، ثم بعد كده 100، ثم بعد كده 1000، ثم بعد كده ملايين، ليعود هذا النادي العظيم لينافس النادي الاهلي زي ما كان بينافسه قبل كده. مش اصبح دلوقتي الموضوع كله عباره عن رتح، كل الفكره هو التشكيك في نجاح النادي الاهلي، وانا سقط مقط زلبطه ما عنديش اي حاجه، هو كل الموضوع تطاول بس، واحد زي اسلام يطلع يتغلط فيه وهو بينقل الخبر، ويا ريتهم بيعرفوا يوصلوا صوتهم كان وصل للنادي واتغير للاحسن. ولكن جماهير فشلت على مدار 22 سنه انها تحرك ناديها للاحسن، هتنجح ازاي انها تحرك اي حاجه ثانيه؟ هما بيوصلوش غير بس موجه الاعتراض للي بيحاول يشخص لهم الوضع. النادي الاهلي نادي عظيم، شكرا لمجلس ادارته، شكرا للمنظومه، شكرا للي مكبرنا ورافعين راسنا، شكرا لكم بجد، ولولا انتم ما اعرفش احنا كنا هنكون فين. تحياتي لحضراتكم، ومعاكم في اي حاجه وقت ما احس ان انا اللي جوايا هو اللي بقوله يبقى انا الحمد لله ما زلت يعني موجود على الساحه. اول ما تلاقوني بهرتل تعرفوا ان مش بايدي غصب عني، وان شاء الله مش هيحصل خالص. وصلوا الفيديو ده في كل مكان. السلام عليكم.